إذا فت بيت مع الكوتش مايا زيدان اليوم عبر تطبيق زوم من البيت. صباح الخير مايا. صباح الخير. يلا زوم من نعطيني. البيت مثل كل المشاهدين رح نعمل زوم من البيت. تفضلي. اليوم انا وياكم تمرين رح نعمل تمارين لعضلات الظهر. رح نكون عم نمرن عضلات الظهر باربع عمليات. عم نعمل ظهر اناني مره. عضلات الظهر كثير بتحرق كالوريز، قبل انا ما بعملها ظهرنا بتساعدنا نشتغل عليها الكوفي والكوفي تبعنا، لانه عضلات كثير رح تصير اكثر من الكوفي. Thank you.
شكرا مايا، نهارك انت كمان حلو. كثير مهم نعمل رياضه يوميا ولو كان لمده ربع ساعه او 20 دقيقه.